Halo, selamat datang di konten Game Bola Mania Mantap. Perkenalkan dongeng Maman Cilung yang adalah anak seorang pengusaha aci gulung asal negeri pizza Italia yang memiliki cita-cita membawa klub dan timnas yang dibelanya menjadi tim yang bergelimang trofi serta menjadi pemain bola paling tersohor seantero dan sejagat alam dunia. Lanjut di dongeng babak semifinal Euro 2024, Gli Azzurri yang pada babak sebelumnya bersusah payah menaklukkan timnas Prancis sangat berbanding terbalik dengan statistik sang lawan, Tetteri Lions yang pada laga sebelumnya berhasil menggulung Kroasia dengan skor meyakinkan 4-0. Kini Inggris pun begitu sangat percaya diri bisa membalaskan dendamnya di mana saat final Euro 2020 lalu Inggris harus mengakui kehebatan Gli Azzurri di babak adu penalti. طبيعي يكون عليه تركيز اليوم وأن يشاهد الجماهير تتطلع إليه في أرضية الملعب وكيف سيحاول ترك بصمة مميزة في مباراة اليوم. فورما أكثر من رائعة في الفترة الأخيرة وأمر وارد اليوم بأن يشاهد هدف أو أكثر من هدف يكون يشاهد. يمكن مشاهدة الهدف الأول من علامة الجزاء. مرمى من علامة الجزاء. نتابع الهدف مرة أخرى، ثقة كبيرة في تنفيذ ركلة الجزاء. شوف وضع الكرة في الزاوية الخالية بعيدة عن المتناول. هاري كين. تبعد الكرة من مناطق الخطر. جاي ووكر ولا مع ساكا. قصتي هنا ولعب مستمر. انطلاقة هجومية واحدة من جانب المنتخب الإيطالي. الجماهير تريد من كيسان يصوب. ممتاز حارس المرمى في التقاط الكرة. وصلت إلى بوليتانو. كرة تبعد من أماكن الخطر. ارتطمت الكرة وخرجت إلى ضربة زاوية. شوف الرأسية كانت سيئة غير متقنة افتقدت للدقة. كان ممكن ينفذها بشكل أفضل. يتقدم نحو المرمى. جيزا تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء. رأسية ملعوبة. الله على تصدي خرافي من حارس المرمى. يرسل الكرة لوسط المنطقة. تجديد الكرة بعيدا عن المنطقة. فراتيزي. شوط أول ينتهي ونتجه الآن لاستراحة ما بين الشوطين.
ينطلق الان شوط المباراة الثاني ونحن على موعد مع 45 دقيقة اخرى من الإثارة. قطع الطريق بكل فدائية. يا الله، ضربة جزاء، ضربة جزاء يحتسبها حكم المباراة. فرصة كبيرة لتوسيع الفارق من ركلة الجزاء. حلة في المرمى، ركلة جزاء وهدف. نشوف الهدف من جديد، ركل جزاء مثالية في التنفيذ في أعلى الزاوية صاحب التصدي بالرغم من اتجاه حارس المرمى لنفس الجهة. أكيد الفكرة لم تكن بهذا الشكل، النية كانت ركل الكرة في الزاوية لكن رحت بعيدة وبالتالي ضاعت الفرصة. وشاهد تبديل الآن للمنتخب الإنجليزي. يا رب كان قريب من هدف ثالث في المباراة لكن الكرة عدت وضاعت الفرصة. شايف البدلاء وعمليات الإحباط، المدرب بدأ يفكر في التغيير ودخول لاعب الآن في هذا التوقيت. اشتعلت المواجهة وعاد أمل التعادل هنا. نشوف الهدف مرة أخرى. الله على التمريرات، يا سلام على النقلات، يا سلام على التيكي تاكا. النهاية رائعة، استمتع بهذه اللحظة. دي لورينزو، عرضية داخل البوكس والحارس يتصدى للتسديدة. ضربة ركنية لتأكيد التقدم، قد تحسم هذا اللقاء قبل دقائق من النهاية. يرفعها في وسط 18. الحارس يتألق في إيقاف هذه الكرة. جورجينيو، الهجوم المرتد، يجب اتخاذ القرارات الصحيحة بشكل سريع. أوهو، يسدد الآن. يتغير مسار الكرة وتخرج إلى ضربة ركنية. ركنية تنفذ في منتصف 18. كرة بين يدي حارس المرمى. وهذه هي صافرة نهاية المباراة، ولن رسميا يتواجد المنتخب الإيطالي في نهائي بطولة اليورو.